بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا ببرج الأسد في القراءة العاطفية. لو كنت جديد في القناة، المرجو اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. فحاليا هنشوف أحوالك العاطفية يا برج الأسد. احنا هنشوفك ونشوف أحوالك وأحوال الحبيب، فبتمنى تحطوا النية عشان توصلني طاقتكم. يا برج الأسد، انت حاليا لا تكلم الحبيب وباصص في ناحية تانية على أساس انك مش بتحبه، لكن انت بتمثل عليه. انت مهتم بيه وبتحبه، لكن انت مبين له كأنك مش مهتم لإله. والحبيب كمان فاكر انك مش مهتم بيه ومش عاوزه. فشكلك يا برج الأسد، شكلك زعلان من الحبيب. الحقيقة هو منجذب إليك وشايف انه انت مش منجذب اله. فطالع عندي ورقة بتقول له للحبيب بعدك عنه ضايقه كتير. الورقة دي بتقول له انه الشفاء جاي، والموقف ده كان لازم يمر بيه عشان يعرف يسامح الناس ويسامح نفسه ويوصل للسعادة. فكأنه الماضي بيطردك يا برج الأسد، لهيك انت لازم تتسامح عشان تقدر تشوف شخص جديد اللي جاي بطريقك. فممكن تكون كانت في علاقة حب، علاقة عميقة بينكم، وانت لازم تعمل شفاء ذاتي. فواضح انك يا برج الاسد بتكتم جواك حاجات كتير وما بتحكيش لحد اسرارك واوجاعك، وانت محتاج تتجاوز الوضع ده. انت لازم تتجاوز هالوضع هذا. فانا شايفاك يا برج الاسد بتعمل اعمال خير كتير، وانت انسان ناجح وقلبك طيب وبتحب تخدم الناس، ولكن الشخص ده انت واخد منه موقف. فممكن يا برج الاسد اذا شفت الشخص ده بعين الحب، يمكن تشوف حاجات تانية برضو مختلفة فيه. فعندي هنا في رسالة من صديق بتقول لك الحبيب قلبه مكسور وهو حزين لأنكم مش بتتكلموا مع بعض، وحتى لو كان الغلط منه فهو حاسس بندم شديد. فكده كده يعني انت لازم تحاول تعيد النظر في موضوع الإنسان هذا، لأنه هو بيحبك كتير وبيراقبك كتير وبيفكر فيك كتير. خليني اشوف لك كمان شو راح يطلع معنا. فطلع لك كارتين يا برج الاسد. الكارت الاول بيقول لك خد خطوة الاولى وابدأ، لانه في شغلات حلوة جاية بطريقك. والكارت الثاني بيقول لك افتح قلبك واسمع الاقتراحات الايجابية عشان تنفتح على العالم. فانت شخص روحاني، فانت حسب مظاهر عندي انت شخص بتشفي الناس، سواء بكلامك سواء بشغلات بتعملها، ومش بتشفي نفسك، بتساعد الناس وبتهتم بيهم وبتنسى نفسك. فانت تحتاج مساعدة من شخص عشان يعني تتجاوز، عشان تتخلص من الأزمة النفسية اللي انت عايش فيها أو اللي صارت معك.
فالورقة اللي طلعت خد خطوة الأولى وابدأ، لأنه في شغلات حلوة جاية بطريقك. يعني هذه الورقة اللي طلعت لك قبل شوي، الورقة الأولى. كذلك الحبيب مركز كتير في نجاحاته وإنجازاته، وشاعر إن قلبه مكسور أو أنت مش عايزه، وبيحاول يعمل استشفاء ويتسامح. فالحبيب بيحاول يحسن قلبه المكسور. واضح عندي إنه الحبيب مكسور. لأنك أنت مش معاه. واضح إنه كمان عمل حاجات زعلتك. أما إذا كنتوا في أسرة أو متجوزين بالفعل، فواضح انتوا ما تكلمتوش مع بعض من فترة طويلة وعندكم مشاكل. في الحقيقة الإنسان ده زعلان وندمان وحاسس انك مش عايزه، مش عايز تتكلم معاه، وانك مش معبره. هو حاليا يحاول الاستشفاء، ومع ذلك هو بيحبك كتير. طالع عنده انه بيحبك، يعني في عنده حب كبير لإلك بقلبه. في الوقت الحالي يعني بصراحة، راح نشوف شو عم يعمل. في الوقت الحالي بيحاول يركز على نفسه وعلى جاذبيته، يعني الجاذبية تبعه، لأنه شاكك في نفسه. هو يهتم بنفسه جسديا عشان يلفت نظرك. أما أنت يا برج الأسد، فأنا شايفاك أنت عم تشوف لقدام، وحتكون إيجابي وحتدرس الأمور وحتعطيها كمان الوقت الكافي للتفكير، لتفكر بشكل صحيح. كمان طالع عندي انه ورقة انك انسان طيب وبتفكر تسافر. ما بعرف لوين يا برج الاسد، بس يعني في طالع عندي سفر لإلك. خليني اشوف اذا في طرف ثالث، يعني اذا خليني اشوف يا برج الاسد. فاذا كان طرف ثالث بيناتكم، فأنت غالبا حتحسم الأمر. وحب خبرك إنه الشخص ده، إنه الحبيب، عم يعمل حاليا نجاحات كبيرة وإنجازات، وهو روحاني جدا بصراحة. بصراحة يعني هو بيبعت لك رسائل روحية وانت مطنش. فبيقول لك الورق يا برج الأسد، ركز شوي، وانت جايالك أيام جميلة وفي عندك شفاء للقلب. فماذا سيحصل؟ خلينا نشوف شو راح يصير يا برج الأسد. خليني نشيل هدول من هون ونشوف شو راح يصير. في أشياء جميلة جاية يا إلهي، منيح كثير. في الحقيقة هناك بداية جديدة وفي تسامح كبير، لأنه الإنسان ده بيحبك والحب تبعه حب حقيقي، هو يستحق تعطيه فرصة ثانية، ودي نعمة من عند رب العالمين. فحتبقى في بداية جديدة بينكم، وحتشوف ده الإنسان ده من خلال الحب، لأنك أنت إنسان طيب جدا وبتخدم الناس وبتعمل خير، وحتاخد قرار. يعني أنت حتاخد قرار في الموضوع هذا،
حتصلح حاجات كثيرة بتخصك يا برج الأسد. في رجوع يا برج الأسد، في رجوع، في رجوع ليكم. خليني أعطيك كارت النصيحة، استنى نشوف كارت النصيحة. في أنا عم بشتغل بورق بثمانين، يعني لهيك ما يعني ما بيظهر. يعني خليني أشوف كارت النصيحة. إجاك كارت بيقول السعادة هي حقك في الميلاد، في الميلاد. يعني الكارت ده ما طلعش هكا، أكيد في رسالة. السعادة هي حقك في الميلاد، فأنت محتاج تفك ومحتاج شخص يساعدك، والمساعدة هي حقك الطبيعي، فأنت تستحق. الأوراق اللي طالعة لك حلوة يا برج الأسد. كل سنة وانتو طيبين يا برج الأسد. قولولي ايه رأيكم في القراءة، وليه الحبيب زعلان، يعني ايش عمل لإلكم، وخبروني ايه الأخبار، وما تنسوش